الحمد لله يا مختار. قال لي ابو عزام وابو سليم انصالحوا ورجعت الامور لمجاريها، هي رح يصيروا رسايل. يلا نخلص من المشاكل بالحاره. اي والله الحمد لله. وشو هذا اللي صار؟ بيرجع الفضل فيه الك وعضوات الحاره يا شيخي. الفضل لله يا مختار، الفضل لله. الحمد لله بنخلص من المشاكل، بيرتاح بالنا. ان شاء الله ان شاء الله. الله يمضي هاليوم والعرس على خير. اللهم امين يا رب. شنو اهل الحاره ما بيضلوا. كلهم روس. وكل واحد ناطع راس، حجر الصوار ما بيكسروا. والله معك حق، عم تحكي جواهر يا مختار. الله يخلصني يا رب، شرف سيدي. الله يجيب العوائل سليمة. اللهم امين. يا الله. ومثل ما حكى الشيخ كنافة، الدم بعمره ما بصير. اي والله، كلام ذهب. والله بيشهد اني ندمان على كل لحظة مرقت علينا ونحن مختلفين. الشيطان فات بيناتنا والحمد لله طلعت. لا وهلا المي رجعت لمجاريها واحسن. والله يبطي هالليله على خير. الضنا غالي يا الضنا غالي، مو اغلى من الضنا غير ولد الضنا. ان شاء الله ربي بيبعث لك الخدمه الصالحه يا رب. على سيره الولد، ليش ما اجوا عزام وشكري وانسونا بنفس ثقيله وكاسه شاي بين ما نصل على الحمام اليوم؟ جايين اخي بس مشغولين بكم شغله مشان فتحيه ومعسكر. لا كرامة للرسول فهمني. أبوك ليش وافق يجوز أختك لك سليم؟ لك كسر شوكتنا قدام الحارة. بدنا نتم شوكة بحلقه لبيت أب سليم. ولك أنت نسيان؟ نسيان شو كان يعمل فينا؟ لك ما ترك علينا ستر مغطى. لك انا هلا شلون بدي طلع بعيونه؟ لك شلون؟ خلص روقي روقي. ان شاء الله الف مبروك يا عم سليم. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. مبروك يا عم سليم. مبروك يا سليم. مبروك يا عم سليم. الله يبارك فيك يا سعيد على راسي، الله يخليك يا ان شاء الله. الف مبروك يا ابو سليم جوازة سليم. والله يجعلها جواز الدهر. الله يبارك فيك يا ابو خضار، عبال عند اولادها. الله يسلمك يا رب. على راسي احلى شباب والله. عبال عند العزابيه جميعا. ان شاء الله بتفرح باولاده يا رب. على راسي يا ابو محمد. وكل مين عنده نيه يتجوز نحن جاهزين نساعده. الله يخليك. درتي ما لقيتها برا هيك عائلة ناصبين هيك وحدة تكون كمتي. ليش الشغلة بكافي يا مو؟ أبوك إيه هيك بده؟ بعد ما تصالح هو وأبو عزام طلب إيد جميلة بنت أبو عزام لأخوكي سليم مشان ما ترجع المشاكل من أول وجديد بين أخوكي ولاد أبو عزام من جديد. هلا اللي كانت تلبس فستان مرقع رح يكون لإلها بيت ومربع، واللي كانت تمشي حفيانة رح يصير اسمها الست فلانة. شفتي؟ قال لابق للجلابة والأبو بريس بقى. يعني أنت عزمه لأبو راتي بالحالة؟ لا يا أبي أنا ما عزمت حدا أبدا. الله يستر ما يجتمعوا هو وداود اليوم. إن شاء الله يا أبي إن شاء الله. أهل العدية أهل العدية.
لي سلمى المصروعة حدا مصدق حاله من وكيل. يا قلبي عليكي يا أختي، لك دارت الأيام وما أجا نصيبك غير لسليمي الأجداد. لكي لي مسلي قاعدة مصدق حاله أم العريس. Oh.
وشل شعلك. أويها. أختي بعد يومين لا تفضلك. أويها. إن شاء الله بيكون الفالي شعلك. قال لنا لحالنا بنسعى لحتى يصير مصاهرة بين أبو عزام وأبو سليم لحتى نخلص من المشاكل ويرتاح بالنا. عم نقلب الفرح لعزا. يا شيخي ما راح تنصلح الحارة غير لحتى نصلح أنفسنا ونتمنى الخير لبعضنا. مظبوط. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مسكين السليم مسكين، بدل ما اليوم تقول ليلة فرحه ودخلته على عروسته دخل على الخزدخاني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اي والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو والله ماني عرفانة شو بدي أقول لك يا أبو مجدي. طول السفرة أبو العز على أساس راعى اسطنبول شهر واحد، هلأ صلوا شهرين وماني عرفانة كيف بدي انوصل فيه واطمن عليه. لك والله قلقانة. طولي بالك تقبريني وخلي عينك بعين رب العالمين، وإن شاء الله ما بيجيكي إلا الأخبار الحلوة عنه. يلي زاد قلقي شفته بالمنام تعبان مهموم ما بعرف شو. قربت لعنده بدي حاكي واسأله عن حاله، قام ابتسم لي ودار ظهره ومشي. فقت من نومي مرعوبة وخايفة يا أم وجدي. خير اللهم اجعله خير. انتي لأنك عم تفكري فيه كتير فطبيعي تشوفيه ببنامك، يعني انتي بس عليكي بالدعاء وتكتري الصلوات وإن شاء الله رب العالمين بيردلك يا سالم غانم يا حبيبتي. يعني انتي السفرات البعيدة ما بتعرفي شو ممكن يصير فيها. بجوز اجته الشغلة خلته يتأخر، بس خلي أملك بالله كبير. والله هالأبو العز ما بيستاهل إلا كل خير، أفضاله على كل حال. يا رب يا رب بترده سالم غانم. يا رب يا رب. ألف الحمد.
السلامة، نورت الشام والله. والله لولا العيب والحياة لزلغت وسمع الناس كلها. تعرف يا أبو العز، أنا بغيابك كنت يتيمة ومكسورة ومالي حدا. ما كنت بعرف إنه أنا متعلقة فيك كل هالقد. أم العز، لا تتعلقي فيه بنوب، لأنه ما بتعرفي شو بيصير. ليش هيك عم تحكي؟ شو بده يصير يعني؟ الدنيا غدارة يا أم العز، يمكن كل شي نحبه نفقده بلحظة. أحكي لك شو صار معي. وقت اللي كنت باسطنبول صار معي وجع فظيع ببطني، رحت على الخستخانة فحصوني الأطباء، قالوا لي معك شي خطير كتير ببطنك ولازم نستأصله، ونسبة نجاح العملية ضعيفة كتير كتير. آخ يا أم العز، خفت موت هنيك وما حدا يدرى فيه ولا حدا يترحم علي. بتعرف يا عبيد، سبت انه المصاري والذهب والاملاك والعقارات كلها ما بتسوى شيء قدام المرض. انا معي مصاري كثير وانت بتعرف يا عبيد، بس المصاري ما فادتني بالشفاء بنوب. عبيد، لك انا معي مصاري، لك معي مصاري بتخليني اشتري اغلى دواء بالعالم، بس ما في شيء عم يفيدني. آخ يا عقيد، الموت وقت اللي بيجي ما بيعرف فقير ولا بيعرف غني ولا بيعرف كبير ولا بيعرف صغير. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله اللي صار معك يا أبو العز ما بيخطر لا على البال ولا على الخاطر. يشهد الله أنك أنت ما بتستاهل إلك الخير. عقيد، أنا جاي لعندك لقلك إنه أنا مسافر على اسطنبول مشان أعمل العملية، ونسبة نجاح العملية كتير صغيرة، فما بعرف شو بصير معي يا عقيد. لذلك قررت إنه أعطي كل محتاج سر الدهب، بركي بيضعيني بالشفاء وإذا متت بيترحم علي. وحيد الله أبو العز، وحيد الله، ولا تحكي هيك. الله يردك لأهل حارتك سالم غانم. أنت بحياتك ما قصرت مع حدا. روح روح، الله لا يضرك بجاه الحبيب المصطفى. آمين يا رب العالمين. في شغلة تانية عقيد، أنا قررت أعمل صدقة جارية لأهل الحارة، يعني أي مشروع يفيد الحارة يفيد المحتاجين أنا جاهز. بس قل لي برأيك يعني شو أعمل؟ والله يا أبو العز بهذا الموضوع أنا ما فيني أعطيك جواب عن حالي، بدك تعطيني يومين ثلاثة لأشوف رجال الحارة، لأشوف على الأقلية شو ناقصهم مشان خبرك. مشي يا عقيد، مشي. الله يشفيك ويعافيك بجاه الحبيب المصطفى. اسمع مني يا أبو العز، أهل الحارة عم يعانوا من قلة المي، أنا برأيي إنك تعمل سبيل هيك بتشرب منه كل أهل الحارة وبيدعوا لك بالشفاء العاجل والرجعة بالسلامة. بعدين تعال لك، هي هي صدقة جارية. اوعى يا ابو العز، اوعى تصدق كلام المختار. هذا المختار عم بيفكر بمصلحته بس، ما عم بيفكر بمصلحة الحارة واهل الحارة. اكيد هلا جاي مشان يقنعك انك تفتح سبيل قدام بيته. مشان شو؟ مشان يرتاح هو وعياله من زق المي من اخر الحاره. يا ابو العز، الحاره مليانه مرضى وما عم بيلاقوا بجيبتهم متليك يشتروا الدواء او يشتروا العشبه اللي بدهم ياخذوها. فانا برايي تشتري لهم هي العشبه والدواء وتوزعوا، هي بتكون صدقه جاريه ليوم الدين.
لك يا ام العز، الحاره مو بحاجه لا سبيل ولا ادويه ولا جامع. هي الحاره في الاف الناس جوعانين محتاجين مذلولين فقرة، ما معهم كسره الخبز حتى ياكلوها، لك ولادهم عم يشتهوا باليوم الف شغله ما عم يقدروا يلبوهم. مشان الله يا ام العز وصلي هالحكي لابو العز، والله يجزيكم عفا على الخير دايما. وهدول الناس المحتاجين هن اللي بيستاهلوا الصدقة، يعني الدعوة منهم عند رب العالمين ما بترد، والله يقدم الخير لأهل الحارة كلها. تفضلوا تفضلوا. الله يسعدك. يلا يا ميت أهلا وسهلا بأبو العز. أهلين بالعقيد. يا ميت أهلا وسهلا بكبارية الحارة. أهلين أهلين فيك يا عقيد. الله يديم أهلتك. شو أبو العز؟ شو قررت تعمل من شان صدقة الجارية بالحارة؟ أكيد أكيد قرر يعمل سبيل يا زعيم، ما هيك أبو العز؟ إيه ما صدقت يا مختار ما صدقت. أبو العز أوعى وأفهم من هيك بكتير، قرر يشتري أدوية ويوزع لكل أهل الحارة صدقة عنه. هلا قبل شوي شفته لشيخ الجامع وطلب مني أقول لك إنك ترمم المسجد، شو رأيك؟ الصدقة الجارية اللي قررت أعملها اني اعطي كل عيله محتاجه رطل رحم كل اسبوع، مو بس هيك الخضره والفواكه كمان، وكل عاجز وكل ارمله رح خصص له الراتب شهري، وباعتبار ما عندي اولاد مرتي رح تقوم بهالمهمه. هيك الناس بتدعي لي من قلبها، لانه الصدقه رح تروح لكل محتاج حقيقي. الله يديم عزك يا ابو العز، اسم على مسمى والله، من يوم يومك لكبير بيضل كبير. انت يا حلمه يا حلمه يا حلمه، شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ شو عم تقصفي؟ شو بدي على البستان انت؟ طول بالك يا اخي طول بالك. هي مو ارضه لابو العز؟ امبلا ارضه لابو العز، ليش فايتي عم تسرقي منها؟ والله انا مالي حرمية، طول بالك يا اخي، ابو العز بعتني لحتى اخذ الخضره اللي بدي اياها. مستأكدة انت؟ ايه متأكدة، وفيك تسأله اذا بدك. ايه اذا ابو العز هيك، ابو العز جنه كريم كثير، روحي اطفي شو ما بدك اطفي، قولي يا الله. كثر خيرك اخي. اهلي اهلي. الله يجزيك الخير يا ابو العز، الله يجزيك الخير. ما عم صدق انه ما في شيء. لك الحكمه الحكمه استغربوا شلون ما عاد في شيء وانا ما عاد بحاجه لعمليه. اخ الشفاء من رب العالمين ومن دعوات الناس المحتاجين. الصدقه الصدقه يا ام العز هي كل شيء، هي الشفاء وهي الخير وهي الروح وهي نقاوة الروح. الحمد لله اللي بيعمل خير بيلاقي الخير، واللي بيعمل شر بيلاقي الشر، والحمد لله أنا ما عملت غير الخير.